إذن القانون لا يستطيع أن يحد نفسه، لابد أن يحد من خارج، معروف. ما الذي يحده من خارج؟ قالوا الأخلاق. هنا وصلنا إلى مقطع حرج، إلى مفترق طرق حرج جدا بيننا وبين النسبويين والملاحدة والماديين. أيها الإخوة، يقول الأخلاق، نحن ندعي دائما ولنا مسجلات طويلة في هذا الموضوع أن سؤال الأخلاق لا يمكن فكه وفصله عن سؤال الروح، يعني عن سؤال الدين. إذا تكلمنا عن الدين أو الروح نتكلم عن ماذا؟ عن اللوغوس، عن المعنى. انتبهوا، إذا بحث الإنسان عن معنى هو يبحث عن ماذا؟ عن دين، والباحث هو الروح الآن، ليست المعدة وليس العقل وليس الفرج. انتبهوا، المعدة والعقل والفرج لها علاقة بالاقتصاد أيها الإخوة، لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بالطب، لها علاقة أيضا بالقانون. أما الروح فهي مسألة إيه؟ مسألة الدين، مسألة المعنى، مسألة المعنى. نحن نجادل أنه لا يمكن فصل سؤال الأخلاق عن سؤال الروح، عن سؤال الدين. لو تم الفصل بينهما كما فعل كثيرون من المفكرين الغربيين المعاصرين وأتباعهم أيضا في أصقاع الأرض، نحن نزعم أن سؤال الروح وسؤال الأخلاق جميعا سيغدوان خلوا من الجوهر، سيصبح الدين بلا معنى، ستصبح الأخلاق بلا معنى. طبعا الآن يتم الحديث وبإسهاب أيها الإخوة عن ماذا؟ عن أخلاق المؤسسة، عن أخلاق المنشأة، أخلاق المؤسسة، كيف ينبغي أن تكون أخلاقيا حتى تربح، كيف ينبغي أن تتعلم أن تكون أخلاق، تتعلم انتبه أن تكون أخلاقيا حتى تستطيع أن تسوق سلعتك أو سلع المنشأة التي تعمل فيها، كي تكون مديرا ناجحا. أخلاق تحت اسم أخلاق، لا ندري مدى صحة هذه التسمية. ولذلك أيها الإخوة، من شعارات أخلاق المنشأة أو أخلاق المؤسسة ethics pays، يقولون الأخلاق يعني إيه؟ تسوق، تستطيع أن تبيع لك كثيرا. أي أخلاق هذه؟ هذه أخلاق نفعية، أقرب إلى أخلاق اللذة، إنها أخلاق المصلحة، إنها بريئة البراءة كلها من أخلاق إيمانويل كانت، الرجل الذي جرد الأخلاق من كل شائبة مصلحة أو لذة أو منفعة أيها الإخوة، أو حسابات حتى شخصية أو جماعية، وسماه مبدأ الترفع، سماه مبدأ الترفع، وله كلام في منتهى الجودة، لكنه فعلا مغرق في التجريد، مغرق في التجريد.